عجبني فهمتي بزاف لي جون في الميتال بحال نجي كاينه كان ديش ميتال كان هيفي طراش ميتال باور بعد السير هذا جاي فهمتي جاي من الغرب ثقافه غربيه وحنا ثقافه غربيه وحنا في هذا البلد زعما بلد اسلامي فهمتي ضروري تكون ثقافه مختلفه حتى المونتاليتي كتكون فهمتي ما كاين اللي كيشوف نظره خايبه كاين اللي فهمتي كاين اللي كيشوف كل نظره ديالو فهمتي حنا وحنا كنحترموا الراي والراي الاخر يعني مشاكل الصداع ضاربه كيجيو بحكم كيقول لك انت بسيتي شعرك ولا طول بزاف جمعيه تمسيتي شي حاجه شو لابسه شنو دايره بحال دابا تتبغي نتا واحد لو جروب الوغ تتلبس داك لو تيم ديالهم فهمتي ولكن المسائل بحال هكا نقدروا نقولوا لا سيكسواليتي وحتى بيليفز ديال الواحد كيف شنو كيامن داك الشيء تيبقى شخصي المهم كاينه نظره على المجتمع ديالنا ضروري بنادم كيقول لك هذا شنو داير في راسو هذا شنو داير هذا شنو داير حنا ما كنامنوش بهذاك الشيء كندير داك الشيء اللي كيقول لي راسي وكنختارك الشيء اللي كيقول لي راسي وصافي ما كنمشيش على نظره الناس ولا داك شنو قال ولا تنسك شوي ديال الميتال شوي ديال الميتال هيد شوي ديال البلاك تنسمع لهم تعجبوني بالنسبة للبنادم ما تسوقش ليه ما على باليش كندير شي حاجة تنبغيها أنايا حاجة تنبغيها باغي نوصل ليها كما بغيت تكون سواء في القراية سواء في الفن سواء في أي حاجة هذه موسيقى شي وكانت تعجبني I got a sound.